أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الشعري ضفاف الشعر. مبدع جديد اليوم يحل علينا ضيفا من على ضفاف دجلة، الخالد، شاب من شباب نينوى والحدباء، استطاع أن يخط له خطا شعريا كان له بصمته في الساحة الشعرية، يحسب على جيل الشباب ولكنه كبير شعرا. إنه مبدعنا الذي استطاع أن تكون له بصمته ويشار له بالبنان في الوسط الشعري الموصلي. ستتعرفون على مبدعنا لهذا اليوم إن شاء الله، وستكون حلقة كما عودناكم، حلقة مليئة بالجمال والشعر من على ضفاف دجلة، فابقوا معنا في ضفاف الشعر. ضيفنا لهذا اليوم كما قدمناه هو المبدع، شاعر الحدباء، شاعر جميل، شاعر من شبابنا اللي عادوا إلى الساحة الشعرية، وإن شاء الله الساحة الشعرية زاخرة بهذه المواهب وبوجودهم إن شاء الله. معنا المبدع الأخ الشاعر محمود الحدبائي. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا أستاذ محمود. أهلا بك أستاذ محمد بكادر الموصلية بضفاف الشعر، وإن شاء الله يكون خفيف الظل عليك وعلى السادة المشاهدين. اهلا وسهلا بك استاذ محمود، انت صاحب خطوه وكيز خفيف ظل وقريب من القلب. اهلا وسهلا بك مجددا. ابو شاكر، نبدا اولى فقرات برنامجنا وان شاء الله مرتاح ما تعبان من الطريق. على راسي ابو شاكر. نبدا فقره، انت معروف طبعا للوسط الشعري وللذائقه الشعريه، محمود الحدبائي اليوم اسم لامع، اسم معروف عند الجميع، لكن فقره من فقرات برنامجنا هي فقره بطاقه شخصيه. شلون تعرف نفسك لجمهورك كما تحب؟ محمود الحدبائي، شاعر من المواصل، اللي طلق علي هذا الاسم حدبائي كونه الحدباء. نعم الحدباء، اسمعني بهذا الاسم الكبير، حاضر الغاب استاذي الحبيب قلبي عمر الغريب. نعم، تحياتنا للمغترب عمر الغريب. تحياتي للاستاذ عمر. هاي بطاقتك الشخصيه ابو شاكر. باش تريد. الله يبارك فيك. طبعا محمود انت انسان بسيط، لكن بسيط من شخصك وكبير من شعرك. الله يسلمك. مقرب من الجميع واخ عزيز انت. محمود، نبدا الحوار من الاخر طبعا، من عوده الموصل، من عوده الحركه الشعريه للموصل. شلون شفت هذه العوده، خصوصا انه انتم مؤخرا اقمتوا بعض الاماسي والمهرجانات الشعريه؟ عرف جمهورنا الكريم على هذه الحركه. اكيد بعد 3 سنوات المضن. نعم. سبات شبه شلون، ما ادري شلون اوصف لك، يعني ما كنا عايشين. نعم. اي حالنا حال العالم، الحمد لله وشكر رجع الشعر بالمواصل. يمكن اكو شغله البعض ما يعرفها، اول من افتتح المنتدى ورجع للشعر بالمواصل منتدى الحدباء. نعم. اقمنا مهرجان. محمود، اليوم الحركه الشعريه عادت يمكن قبل حتى الدوائر الرسميه. أكيد. وقبل قبل كل شيء رجع الشعر ورجعت الثقافه ورجعت الموصل الحمد لله بربيعينها بشبابها الحلوين، وان شاء الله ربي ازمه وعدت الحمد لله. هذا دليل على انه الموصل، يعني الموصل ولاده، تنكسف شمسها ولا تغيب. والموصل اول من رجع بها هو الشعر والفن والرسم والثقافه، كل المجالات مو بس شعر. اكيد. حتى ما يكون الموضوع محتكر، كانت مهرجانات، مهرجان القراءه اللي يقيم بالموصل. بالضبط. وقبل ايام الرصيف الثقافي، هذا الرصيف البسيط اللي على رصيف جامعه الموصل. رايك محمود بهذه العوده، نظرتك لها شو استاذ محمد؟ شيء مفرح، يعني انت من نشوف بعد كل هذا الظلم والمعاناه. نعم. اللي عشناها، انه شفت يرجع الشعر والرسم، و مثل ما تفضلت انت رصيف الكتب بالجامعه. نعم. يعني شيء مفرح هذا، بانه العالم تتناسى وترجع تتاقلم بالحياه وتعيش. الحمد لله، الموصل مدينه شاعره تتنفس الشعر. ربيعين بعد. بوجودكم طبعا محمود الموصل. ما عليك زود. اليوم الشباب هم عماد. أكيد.
أكيد أكيد. المجتمع والحركة الأدبية والثقافية، خصوصا أنه إحنا قلنا هاي الثلاث سنوات العجاف اللي مرت فينا كانت مؤلمة ومؤذية. الحمد لله وشكر، أزمة وعدت إن شاء الله. الحمد لله إحنا متعودين بعد أبو شاكر على ضايقينها الوضعية، وإن شاء الله طلعنا منها. الحمد لله وشكر، أزمة وعدت إن شاء الله. إن شاء الله واكو بارقة وجود الطيبين. أكيد أكيد، الموصل بشبابها اليوم رجعت. أبو شاكر القعدة ما تحلى بلا شعر والفاكهة القعدة. ايه. هو الشعر، واليوم جمهور محمود الحدبائي متشوق. الله يسلمك، خدمتك أنا وخدمتهم. خادم ربك، هاي ثلاث سنوات بعيدين إحنا. ايه. من خلال الموصلية وضفاف الشعر، اليوم محمود الحدبائي يطل على الوسط الشعري وعلى الذائقة الشعرية. شو تسمعهم أبو شاكر؟ أسمع قصيدة جديدة ما قارنها بلقاء. تقول ما ميت ما ميت بعد لله الحمد بجفاك، ما ميت بعد لله الحمد بجفاك، عايش بس بعدنا تأمل السرداب. شبه ميت بدونك بالحياة مدفون، أكابر وانتظر للعيشة الأسباب. أخوي بفرقتك قام مطب البيت من ندخل غرفتي ذي وراي تراب. الله عليك. ما ميت بعد لله الحمد بجفاك، عايش بس بعدنا تأمل السرداب. شبه ميت بدونك بالحياة مدفون، أكابر وانتظر للعيشة الأسباب. أخوي بفرقتك قام نطب البيت من ندخل غرفتي ذي وراي تراب. رجوعك والبعد من هنجزة فدنوب، أضيم أحسب بعد للما حسب الحساب. قد ما بطعن ظهري النخر لي سيب، ما حاجب سهم بالخزرة تنصاب. ما شابع خبز قد ما شبعت فراق، ما شابع خبز قد ما شبعت فراق. بعشرتك ما دريت بروحتك تنعاب، بحيث تصد لك شافوا بقفاك جفوف. ومحب شابك محب صورة على عينك جاب، بالله محلفك جابيش حلفك عود. حلفك بالعشيق رحم النسيم الهاب، دموع تكفلك ينقصني بس اصطاح. كظه المنتر تقضت مجد الباب، ولو مو على الارض عالشجرة كون نعيش، ولو مو على الارض عالشجرة كون نعيش. عصافير وحلم ويحققون احباب، ذكر وانثى خلقنا واجب المفروض، ما يطب جنة الله العافى والفوغاب. ذكر وانثى خلقنا واجب المفروض، ما يطب جنة الله العافى والفوغاب. البية شمت واسوني بعد جفاك، البطه في الامس بيهم امر رنهاب. النورس لو يحط على الراس ما ينشاف، قد ما على بعد شعر غيابك شاف. النورس لو يحط على الراس ما ينشاف، قد ما على بعد شعر غيابك شاف. خدك ورطه بيضه بعهدي كان شبيك، مش ما فركش عجب تطلع لي شفه شاب. خدك ورطه بيضه بعهدي كان شبيك، مش ما فركش عجب تطلع لي شفه شاب. وانا بعكسك عشت قدام اللي شمتون، اثر بوس الشمات بخدي خنطر ناب. يلمهم مني ثم بركبة الذباح، استقبلني فرش تجد الارض تيزاب. اش تلحق لو ترد لو ميت لو مدفون، عاد الفاس اش تلاقى بجعبة الحطاب. عاد الفاس اش تلاقى بجعبة الحطاب. الله بسلامتك. الله عليك ابو شاكر، مبدع قصيدة من ذوقك بعد روحك. الله يبارك بيك، قصيدة رائعة صح لسانك. الله يسلمك. الله يسلمك صح بدنك. هذه القصيدة بها عمق. هاي طبعا جديدة، هاي لك والكادر الموصلية ضفاف الشعر. هاي حصرية جديدة. حصرية ما قارية بكل لقاء. أبو شاكر هاي الروح ما ماتت بداخل محمود الحدبائي، هاي الأحداث ما أكيد القلب أخضر وبعد مثل ما يقولون. قصيدة وجدانية اليوم أنت استفتحت قبل بالمباشر. هاي كلها وجدانية. الله يبارك. طبيتك بالموضوع المباشر. الله يبارك. قصيدة رائعة محمود كما عهدناك محمود الحدبائي. هذا ما عليك زود أبو جاسم. رائع أبو شاكر. سلمك ربي. حبيبي. محمود الحدبائي اليوم احنا حكينا على العودة وحكينا على المهرجانات اللي بديتوا تقيموها، نتحدث شوية عن الجانب الإداري وعن المهرجانات بما أنك اليوم تترأس منتدى الحدبائي للشعر الشعبي. تحياتي لكل منتدى الحدبائي. تحياتنا لكل مبدعيه حازم الجريسي. بدون ذكر اسماء لي أنا هواي خابت عد. أكيد هم كلهم من الشايب أكبرنا عمرا عمر شهواني إلى أصغر شاعر. الله يبارك فيهم، طبعا كلهم مبدعون. الله يسلمك. وإن شاء الله إحنا يكون لهم حصة ببرنامجنا. مبدعين والله. أخوتنا هم، إحنا شهادتنا بهم مجروحة. الله يسلمك. إحنا اليوم إذا أنا أو محمود نمدحهم راح
ربع محمد خلاص شيلك شوف هي اخر شيء بالاخر الثمره للموصل. نعم اكيد سواء منتدى او اتحاد اكيد بدون احتكار الشعر بكل مكان موجود اكيد المهم تمثل الموصل ان شاء الله باحلى صوره. راح نتطرق لهذه اللي نقولها اللي التفرعات اللي بالشعر الشعبي بنينه وهذه باقه الورد ان صح التعبير اللي نجمعها نمثل الساحه الشعريه أكيد. هاي كلها تجمع وتقدم للمتلقي وللذائقه على انها باقه ورد للشعر موصليه أكيد. بدون مسميات اكيد. محمود انتم اقمتوا عدد من الاماسي والاسبوحات إيه؟ حدثنا عن الذائقه عن الحضور عن التغطيه الاعلاميه اللي كانت بهذه الاماسي. الموضوع يزعل استاذ محمد. لا اكيد هو حركه تحسب لكم احنا كل جمعياتنا اليوم عادت. لا لا عفوا خليني اشيل لك فرد شغله. نعم الموصل بيها شعر اكيد وبيها شعراء نعم واعلام موجود بس مو ذائقه ذائقه دسمه أه. تسمع للنخبه وتحفظ يعني خلينا نقول محبين للشعر آه. اكو ذائقه بس نعم. قله قليله انما الشعر موجود بالموصل الموصل ولاده به مبدعين والحمد لله احنا قمنا مهرجانات وقمنا اماسي وحكيت لك يعني قبل شويه نعم. اول من رجع للشعر بالموصل نعم. من الحدباء قمنا مهرجان شعري نعم. وكل مكان يعني اتحاد وغير منتديات نعم. مستمر الاماسي كلها عجله الشعر وكلها بدت كل الموصل الحمد لله طبعا مكان معين احنا حكينا بالبدايه وهذا الشيء فرحنا خصوصا الحمد انه لله. احنا عندنا ناس كانت خارج المحافظه وبدت ترجع في اتحاد منهم يعني انتم مو ضيوف انتم اهل الدار رجعتوا من مدينتكم من بيتكم الله يعزك احنا شنو هذه احنا نقول مكملين للصوره بالضبط. الناس اللي اشتغلت برا تحسب لهم يمثل الموصل بكل مكان محمد أكيد. يمثل الموصل احنا محمود الشيء احنا العذنة بالتالي من نطلع اليوم محمود ومحمد من نروح نقرا بكركوك او بغداد او بالجنوب ما اجاني امثل منتدى ما يقول لك تابع افلامك انت مثل مصلاوي خلاص مثل الموصل اكيد احنا راح نروح محمود من يقدم شاعر من الموصل اكيد وانت محمود كان لك قراءات وكان لك مشاركات خارج الموصل هاي كلها تحسب لنا ان شاء الله تصب بصالح الشعر اكيد بالموصل. اكيد الموصل محمود الحدبائي حكينا عن المشاركات الخارجيه او بدت يعني ان شاء الله احنا موعودين المهرجان قطر يقام بالموصل اكيد الموصل واحنا ان شاء الله هم لنا خروج الى خارج المحافظات حكينا عن عوده الموصل الى حضن بغداد وبقيه المحافظات من ناحيه اعلام شعر كوضع عام لا عن عودة المهرجانات وهذا التجانس اللي بدا يعود مع اكيد استاذ محمد احنا نطمح يعني مو بس هالمهرجان يكون نعم. عدة مهرجانات نعم. من ضمنها اهم يعني شيء حز بداخلي يعني نعم. انه يكون مهرجان بايمن الموصل نعم جاي شوف انت الله. مأساة مقابر جماعية بنى تحتية انهدمت اتمنى يكون مهرجان غادي قبل كل مكان مهرجان بالايمن ان شاء الله طبعا الايمن هو جرحنا الاعمى حتى الناس تشوف الموصل ايش صار بها بعد كل المأساة المعاناة رجعت شعر وفن وموسيقى ورسم اي الحمد لله وشكرا الحمد لله هو الايمن يعني يبقى غصة ويبقى أكيد. جروح داخل مو فقط من الموصل طبعا يشوف حارة الايمن يعني حالة يرثى لها نحن قاعدين اليوم على ضفاف دجلة بالأيسر ومقابلنا يمكن مناطق بالضبط أيه. يعني جانب الأيمن أنه مؤلمة أنه لحد الآن الجثث تحت الأنقاض تحت الأنقاض فهذا هو احنا شما نفرح يكون أهل الحمد لله الحمد لله الحمد لله ترجع إن شاء الله محمد لا أكيد إن شاء الله مثل ما ترجع. رجع الأيسر وأكو ترجع شبابها وولدها والموصل تستاهل كل الخير الحمد لله ما يستاهل صار بها بس ظرف إن شاء الله وعده أكو ضوء بنهاية هذا النفق المضبوط أكيد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله محمود الحدبائي إن شاء الله إحنا نذهب بفاصل بما أنه حوار وقصيدة تعبناك ويانا نذهب بفاصل قصير ونرجع نكمل فقرات برنامجنا مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا مع مبدعنا اليوم محمود الحدبائي فاصل قصير وراجعين رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومبدعنا اليوم محمود الحدبائي اهلا وسهلا بك مجددا ابو شاكر ربي محمود ننتقل الى فقره جديده من فقرات برنامجنا هي فقره باختصار أيه. طبعا هذه فقره باختصار شخصيات او اماكن مواقف لها اثر بحياه محمود الحدبائي نبدا من اولها طبعا محمود اسالك عن شخصيه طبعا انت تعتز بيها وشخصيه تمثل لك الشيء الكثير
الشاعر الكبير محمود عبد العزيز أبو راكان، هذا الجبل الشعري، سفينة الشعر الشعبي. نعم. الموصل والعراق، الأستاذ محمود عبد العزيز كبير يعني. أستاذ محمود برخصتك، هذا الإنسان لازم أوقف وأذكره. الله أستاذ محمود عبد العزيز شاعر كبير. الله يعزك. أخلاقه وكرمه. الله يبارك فيك. ما يوصف أستاذ محمود. أستاذ محمود هذا دليل على نكران ذاتك. صح، فضل على كل شعراء الموصل. الله يعزك، كلنا نقف إجلال لهذا الشخص. يعني ماكو شاعر وصل للمحافظات إذا ما وصل. طبعا محمود هاي وقفتك. وجلت حياتي. هاي وقفتك تدرس. أبو ركان حبيبي أستاذ. الله يبارك فيك، هاي وقفتك الأستاذ محمود عبد العزيز تدرس. هذا دليل على نكران ذاتك كبير. هذا كبير. وانت شاعر اليوم لك اسمك وتقف اجلالا لهذا الشخص. كنا ولد عاق يم ابو ركان. الله يعزك. طبعا أيوه. هذا نكران ذات منك. الله، هذا رد للجميل، هذا يعني اسمنا. أيوه. نتمنى نشوف هذه، طبعا هذه اخلاق شعرائنا، هذا هذه الوقفه يعني نتمنى كل شعرائنا الشباب. يستاهل استاذ محمود، ولا جاي يمر بظروف، ما احنا الحمد لله ان شاء الله عدت. عدت ان شاء الله. اتمنى له الصحه والسلامه، هذا الانسان الكبير. كبير هو ان شاء الله، ما تهز هاي المواقف ولا هو خسارته كبيره. أيه. الحمد محمود هاي اخلاقك احنا اليوم نتمنى كل شبابنا اللي يقتدون بيها. الله يسلمك. ايش ما تصل انت اليوم تذكر الناس اللي سبقوك. اكيد. هذول الناس اليوم. استاذ محمد خلينا نشوف. نعم. أستاذ محمود أحد رواد. نعم. العراق يعني. أكيد أكيد. مو شوية أستاذ محمود عبد العزيز. الله يبارك. طبعا محمود هذا هو نكران الذات اللي وصلنا. أكيد. اليوم أني ومحمود وغيرنا من الشباب لو ما هذول الناس وضعونا الدرجة الأولى أو خطونا خط إحنا ما نصل. إيه مشينا وراهم. أكيد. أكيد. يعني إحنا اليوم من نروح. وضعنا أساس. نقول وراهم. نعم اليوم من نروح نقرأ بغداد. سابقنا محمود عبد العزيز، ابراهيم السليفاني، شعرائنا اللي قبلهم. صح. كل شعرائنا اللي وصلوا واحنا وراهم طبعا. بالضبط. تحياتنا لكل مبدعينا وكل روادنا وكل شبابنا، ونتمنى التحلي بهاي الاخلاق. محمود الله يسلمك. الله يعزك. نذكر موقف طبعا او مكان محمود الحدبائي. محمود القراءه الاولى بعد العوده، ايش تعني محمود الحدبائي؟ الوقوف على المنصة. يعني المنصة هي بيت الثاني. نعم. كل مكان أستاذ محمد أكيد يعني شعور ما ينوصف. نعم. بين أنت ثلاث سنوات أنت أكو بداخلك وتكتب وتجمع. نعم. قصايد. فشي ما ينوصف يعني، شي فوق الخيال. الوقوف على المنصة. أي هذا. أي والله رتبتي والله. الله. أول رجعة لنا كانت رتبتي على المنصة يعني مشتاق لها. الحمد لله. الحمد لله والشكر. هي الشاعر يحس نفسه ملك على المنصة. بالضبط. يوصل بداخله، يترجم احساسه للناس. هو احتكاكه المباشر يجوز اليوم يعني انت مهما تظهر. لا كنت كلش فرحان اليوم وياك. الحمد لله. الشعر. الله يبارك فيك، احنا اكثر والله محمود فرحان بك. كان انت اخو صديق بغض النظر عن الشعر. الله يعزك. شخصية اخرى، صديق ورفيق درب ربما هو ورفيق جيل شعري. ايه. عمر الغريب. هو غريب استاذي يعني، اول من بديت وياه هو. نعم. التزمني وعلمني، صاحب اطيب قلب عرفته بحياتي. تحياتنا لليوم هو بالمهد. حاضر الغائب عمر غريب، مكانه فارغ يعني. الله يبارك فيك. طبعا عمر احنا محتاجين رجعه شبابنا. أكيد. اليوم عمر اتمنى شهد جلال كل ولدنا كل الولد مبدعين. طبعا هم ابعدوا زايد، راحوا الى ما وراء المياه بغير كوكب. الله. أيه. ان شاء الله يرجعون. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا شخصيه قريبه ما نبعد كثير، انت وثلاثي هو طبعا انت اصدقاء. ذكرنا عمر، عد ما يذكر عمر لازم يذكر الثنائي اللي ويا عمر كبير الثاني صهيب الحبش. صهيب الحبش ايضا السادس صهيب الحبش. نعم. صهيب الحبش لازم معلوم هو الاغلب ما يعرفونها. نعم. شاعر فحل اكيد، بس ما اخذ فرصته بالاعلام. اكيد شغله حظ. محمود صهيب الحبش فحل. راح نتطرق لشغلة يبي شعرية. صهيب الحبش واستاذي ايضا. نعم. هو شعر واخلاق خبل صهيب بكل شيء خبل. نعم. نفتخر احنا اليوم بالموسيقى اخويته واخلاقه وانسان بسيط جدا. تحياتي. هو الشاعر الشعبي هاي اللي تميز. ايه. كبير صهيب الشاعر الشعبي، انت البساطة اللي تميزنا اليوم. اكيد. محمود تحدثنا اليوم وراح نرجع على شيء انت من خلال الحديث مر بينا اللي هو الظلم الاعلامي وهاي الحركه، راح نرجع لها ان شاء الله بعد ما نسمع منك شيء لا ياخذنا الحديث اليوم. احنا بنسولف لكن الجمهور يجوز يلوم ما يريد يسمع شعر. يدور شعر. اكيد اكيد. شو تسمع جمهورك؟ اقرا لك قصيده حالة عشتها. نعم.
إلى التي لا زالت على قيد الممات. للذكر هبي الشغل بيها حراج، للذكر هبي الشغل بيها حراج، مو بيها الذنب كان على والدها. يا بنت الما ذكر زيناتي للخطاب، أعدائي بعيني أشرف منه واحدها. ما مديت يدي عليك بالختلات، إذا ما ملك صرتي جار مامدها. لهلج حشمت صدقيني حتى القاص، خطبت أهل الشرف كانوا هلج ضدها. ملقاهم بوجهي مقد يدق الباب، ولجل بتكم قلت متعني قاصدها. وانا القاصد قبل ما قصدك العباس، وختمت شف يدي شباك شاهدها. باعوك بثمن مصرف طفل بالعيد، يجمع من فضل الناس اللي يعيدها. ولو ان اعرف كنت منها على غير انطاك، اقوم الدنيا فوق وما قعدها. لبست اذني خوذه بساعة الزفوج، لبست اذني خوذه بساعة الزفوج. حكي الوادم رصاصه ومن تجسدها، هنا الجارش عجب تابوت يطول ليش، شيرتك تكمل بيوم وعدها. ترس طول الجرح والحاوطون ذياب، وتجيب مبرد جروح سنونها تحدها. سهمك من وصل راويت عرض جروح، يا بنت المو شريف البطعن قدها. طعنتيني وطحت بعبي كوم احضان، طاحت والتلمح جفوف ما عدها. رفس بي الدمع مهرة رجل خيال، تدك شعب بشعب وخيره يسعدها. قادش من قدت بس بيدي عزرائيل، احس اللحظة ذيك الموت يقايدها. قادك من قدت بس بيدي عزرائيل، احس اللحظة ذيك الموت يقايدها. وبرودك بالحكي تحاكينا باستمياع، اذا حكيه الجهنم راح اوردها. علي يحجون واذنك لاقت استقبال، اذكرك بالنصيحة اللي كنت ترددها. اذن الما تسد ذنها بحكي الموزية، تصغر باللبس بعيون مرودها. حرمت البكي ولا دمع تسقط ليك، حرمت البكي ولا دمع تسقط ليك. واذا تسقط عليك اخلاق ما عدها، خلص ما ضل حكي وعنك اذا يسالون. اقل لهم فقط كون الله يسعدها، اقل لهم فقط كون الله يسعدها. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع مبدعنا اليوم الشاعر محمود الحذبائي. طبعا كنا فاصل وقبلها بقراءة من قراءات محمود الرائعة. الله يسلمك محمود. بما ان احنا بطور الطموح وطور يعني الحياة وهذا الوصول، ربما محمود الحذبائي اليوم احنا واصلين، الموصل عندنا اسماء وصلت شعرنا، قد يتساءل سائل يعني احنا نعرف كوننا قريبين من الوسط، احنا بالوسط الشعري طبعا. نظرة محمود، تحس عندنا أسماء وصلت، شنو نظرتك الهاي للسنتر بغداد أو للعراق؟ أكو مبدعين بالموصل، بس يجوز راح وجهة نظر يعني أحكي بداخل يعني كل إنسان يحكي لبرايه. نعم نعم. إنه عندنا على أصابع الشعراء الحقيقيين. نعم. أكيد الموصل وصلت أسماء للجنوب المحافظات، بس أيضا أكو شباب مبدعين شعراء يخبلون يعني بكل طاقاتهم وهذا، بس بعد عدنا. أكيد محمود اليوم إحنا نعاني من مشكلة لا تخفى على أحد. هي الظلم الإعلامي وبعدنا عن بغداد. هل هو بسبب البعد أو إحنا مظلومين أو إحنا علينا غبن وحيف واقع على شعراء؟ لا محمد، البعد ما له شغل يعني، يجي من يجي ابن الناصرية لبغداد أو ابن البصرة لبغداد نفس المسافة يمكن أبعد. يجي صور بغداد بغير مكانات، هذا مو عذر. المشكلة وين؟ المشكلة الكبار اللي موجودين، اللي سبقونا بالتجربه اقصد. نعم. لك المفروض يتابع ورا الشباب، يباوع يشوف الشعر حلو طلع يدفع اكيد. إيه. هو اخذ فرصه واخذ استحقاقه بالاعلام. نعم. انت مجال لغيري مو بس لك يعني، هذا الشيء سعاله بس الكبير محمد عبد العزيز. نعم. وصل الشباب من ضمن واني يعني. نعم. وكل شعراء الموصل وصلوا اكيد. اكو ظلم محمود، اكو غبن يعني من الجهات اللي مسؤوله عن هذا. شلون ماكو ظلم والمشاكل؟ اكيد اكو بالوسط محمد، انت ما اخفى عليك، انت تعرف. اي تعرف على الموضوع، اكيد اكو ظلم بالموضوع، وظلم ظلم. اكو اليوم العلاقات والمجاملات تلعب دور. هاي بالاساس عندك علاقات وعندك فلوس توصل وين تريد. اكيد هذه للاسف طبعا، ان شاء الله بالضبط.
هاي شايبه وتعدي وما يصح الجمهور قام يقود الشاعر مو الشاعر يقود الجمهور اكيد بالتالي محمود القصيده لازم تصل لا شاعر اخر شيء لك شغله الشاعر قاعد ببيتك انت شاعر ولو بعد حين بالضبط من الدهر لازم تظهر ما دام تكتب صح وتمشي صح أكيد. توصل مو اليوم باشر وما يصح الا الصحيح كمان والفارغين يعني اللي ماكو شاعر بداخله يوصل هسه متصل للقمه سهله لكن الحفاظ بس الصعب تبقى بيها الحفاظ على القمه أكيد. اصعب من الوصول بالضبط اي اكيد محمود طريق صعب احنا محمود بهذا بما ان خضنا بهذا الحديث وجهة نظرك بالمسابقات الشعرية اللي تقيمها بعض المؤسسات والقنوات الفضائية هل هي في مصلحة الشاعر أو شو تضيف هل أكو بيها يعني أنت أكيد كون كل الاتجاهات أريد رأي محمود الحدبائي تستكشف طاقات جديدة ما ظهر نعم. أكو شعراء بكل العراق نعم ما يقدرون يطلع منصة وين يقرأ يعني شلون يبرز طاقته العالم تعرفه نعم. في المسابقات الضيف تضيف للشاعر يا لا تاخذ من الشاعر كل الاحوال إيه لا ما تاخذ منه تضيف لا ما تاخذ منه محاوله اليوم إيه. احنا 16 او 17 بالضبط. محافظه من كل محافظه كوكبه من الشعراء تحتك والدليل المسابقات اللي صارت نعم. قبل طلعت اسماء منها نجوم صاروا اكيد هي بكل الاحوال انت راح تحتك بشعراء كل بالضبط. المحافظات بس بيها بعض الغبن للشعراء الشباب اي هذه تحفظات اللجنه راح تكون راح جيل سابقك طريقته نعم. بالكتابه وتعامله بالقصيده نعم. وانسيابيه بالقصيده اكو ظلم بس تفيد الشعر تضيف له محمود انت طبعا بحديثك انت يعني صاحب حنكه بالوسط الشعري الله يسلمك تكلمت عنه انه الفارق اللي يكون باللجان يعني اي ربما من جيل عمره الثمانين او السبعين طريقه تختلف بالكتابه هسه حداثه هو الموضوع اكو الحداثه اليوم انت تحسها وكل جيل يجيب لون وياه نعم كل جيل ولونه فاكيد اللجنه راح اقول لك التسعينات والثمانينات نعم. فكرة ومخيلته تختلف عنك أكيد محمود اليوم النص الحداثة أو النص المفتوح أو هذه المسميات اللي تطلق على القصيدة المفتوحة إيش رأيك بيها وهل تكتب النص المفتوح أستاذ محمود يعني وجهة نظري ما أحبه ما أحس ما أحس جاي سولف سالفة أنت تكتب رسالة حالات القصيدة من تكون قافية المتلقي ما راح يسمعك راح يندمج بالقافية يندمج عمودية قريب علي اكثر انت قريب علي اكو شعراء يعني ابدعوا القصيده المفتوحه اكيد اختصاصهم صار واكو شاعر تحسه هرب من القافيه وراح بالضبط راح بغير مكان هي اسهل المفتوحه اسهل نعم اسهل اي اكو شعراء لهم اختصاصهم بالقصيده نعم. المفتوحه بس انا اميل للعموديه اكثر العموديه هو احس روحي بيها صعوبه القصيده وعندي محاولات مفتوحه بس حتى ما ناشرها على الفيسبوك نعم. او قريب مكان نعم محمود هي صعوبه الشعر انه انت قالب عندك وعندك قافيه بالضبط شلون تجيب معنى أيه. قوي بداخل هذا القالب والقافيه المتلقي حتى يشد وياك القافيه نعم نعم انت من انصار القصيده التقليديه او العموديه اي العموديه نعم لا اكو بالعموديه حداثه ليش نعم انت من تجيب خلق شيء جديد ما حد ما طرقه تحسب لك يعني انت مو شرط الا مفتوحه نعم انت مع التحديث بالصوره بالضبط لا 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 القصيده بلا صوره مو شعر اكيد اكيد بعيد عن التنويع بالقوافي والتنقل بال بحث اخر نعم نمشي الصورة والقصيدة أكيد أكيد هاي الصورة هي عماد القصيدة أكيد محمود شو سمعنا؟ رأيك أيضا وجداني؟ براحتك اليوم أنت أنا كله وجدانيات مخير اليوم أنت الله يسلمك مخير أبو شاكر كلك شعر حبيبي الغالي أنت الله يبارك اقرأ لك قصيدة إذا ما تخوني ذاكرة بيها نعم بعدك بالترف ما مر عليك الضيم بعدك بالترف ما مر عليك الضيم التراجي الهسه تخفى بزلفك النعسان اش ما تعلى وتصل لازم ترد الردود تدلش ما علت ما تعلى على الفنجان بعدك ما رحت يا رايح انجنيت يا هو قال لك لو رحت ابقى انسان تلبسني هو رضيت وانت موش نظيف ولو ثوب الشرف ما يلبسه يا هو كان تلبسني ورضيت وانت موش نظيف ولو ثوب الشرف ما يلبسه يا هو كان ترى الطيب أصل يبقى بقف الشينين ترى الطيب أصل يبقى بقف الشينين إش ما يركض يظل مهما وصل خسران اللي يسبح بالدمع مخدودة طبع شفوف الله عليك اللي يسبح بالدمع مخدودة طبع شفوف يلقى وما نشك من فارق الخلان أشوفك واسترد عافيتي ومن تروح تجيني ركاض ذا موعد عندك حان أحرقت لجلك أشوفك واسترد عافيتي ومن تروح
تجيني ركاض ذا مو عطعنتك حال احرقت لجلك عمر حرقت رجل فلاح ضبمتونا كل هالخاطر البستان اجمع بالظهر خاطر تجي تبديه اجمع بالظهر خاطر تجي تبديه وحيد انت وقلت بس لا تظل زعلان طفل سيفك ولك يصرف شقد ظهور من عندك ولد شيخ المدلل جان ركضت على السهر فارس صرت والليل على جفني بغياب احرك بيت عنان زهقت بفرقتك زهق الطفل مظنوب بعين الدنيا كلها تحول الدكان طب شوف القلب قد نار الفرقاك تشم حطاب بي بشمة القمصان صعد داء الخجل مو بي بس بجفاك من قد مستحايل يبيها معرقان صعد داء الخجل مو بي بس بجفاك من قد مستحايل يبيها معرقان يا الغالس وحت بعيوني تبقى رخيص ارتفع سوقك بعد ما ردتك وللآن رغم صوتك نزل وسفة وألف يا حيف غفلة بلا خجل داس بسطح لاذان يلجاي أطعن كل شنت ما خليت يلجاي أطعن كل شنت ما خليت شبر من الظهر متعوفة للصحبان اشجنيت بروحتك غير التعب والآه يلجاي أطعن كل شنت ما خليت شبر من الظهر متعوفة للصحبان اشجنيت بروحتك غير التعب والآه ترى ليش الحطب محصولة بس دخان انتقلت بغيبتك من عالم التفكير رحت لما انجفيت العالم نسيان انتقلت بغيبتك من عالم التفكير رحت لما انجفيت العالم نسيان صح لسانك ابو شاكر حضرتك حبيبي غالي قصيده رائعه الله يسلمك من ذوقك هذا انت تقول اروح العالم النسيان لكنك مو ناسي ابو شاكر لا اكيد يبقى جرح بداخلك عايش بيك اكيد وهاي الجرح جاي ولدنا هاي القصائد الرائعه أنا ما أريد أسبب لك مشاكل. لا حيل ما أسبب لي مشاكل. لكن قصائدك محمود صح يعني صراحة لامس. الله يسلمك حبيبي والي. أكيد أشي كل شيء تكتبه واقع أنت عايشة وحاسة تبدأ به. أكيد أكيد محمود اليوم أنت بعيد عن القصيدة الخيالية ولو تستخدم خيال الشاعر لو قريب من القصيدة الواقعية اللي تعيش أنت. مو شرط بس هذا محمد يعني أنت مرات يطلب منك شخص تكتب له الأفلام موضوع تكتب له بس لحالك تكتب لازم تعيش الحالة أنت. الشاعر اليوم يتنقل كتبت اكثر من قصيده طلب من الاخوه يطلب مني لا موضوع اكتب له بس قبل ما اكتب له عيش الحاله انا يوم الشاعر يتقمص هاي الشخصيه بالضبط بالضبط حتى يقدر مثل دور غيره نعم بس القصائد اللي من القلب اكيد تصل الى القلب اكيد شيل عايشه انت بعد مبدع ابو شاكر كل قصائدك حبيبي الغالي انت مالك زود الله يبارك بك الخيال اليوم ضروره للشاعر انه يستخدم خياله طبعا ويستخدم القصائد هي مخيلته هي ملكه الله منتك هي الترجمه انت على اوراق للناس نعم نعم القصيده الواقعيه هي تبقى داخلنا احنا نطعم فيها مثل اكيد ايش عايش انت بعد اكيد اكيد مبدع ابو شاكر بكل قصائدك حبيبي الغالي محمود اليوم انت من الناس اللي يعتنون بالنص ربما النص يطول عز محمود المقربين من محمود يعرفون محمود من إنسان اللي يعتني بالقصيدة ويعتني بالنوع ما يهمك الكم أكيد يدور جودة ما دور نعم جودة القصيدة يعني محمد عندي قصائد يمكن قصيدة طولت بيها سنة ثبت وتوقفت معكم لا توقفتها الشعر هو دائما هو يجيك مو تتروح له عندنا عصر من الشعراء شعراء الحوليات أي. طبعا هي قد يدور الحول على هاي القصيده وما تكتمل بالضبط اغلب قصايدي انا اتركها ما اكملها ما اكمل قصيده كامله اتركها فتره نعم اكملها يعني. ما عندك اجواء بالقصائد اكو شعراء يقول لك انا ادور الليل والضوء والشمع لكن هاي كلها شرط الشعر ما له شغل بالزمن او بالوقت ما له كل شيء يجوز انت بمكان عام او بسيارة جاتك مشي بشارع انت خصوصا المطلع محمود بعدين اكمال القصيده الشاعر يبقى لا. انا بنكتب ما قبل انزلها على ورقه تختمر ببالي فكره اكملها وبعدين محمود الحوار وياك شيق ان شاء الله حبيبي. وصلنا الفاصل ناخذه ونرجع نكمل وياك خدمتك. حوارنا وفقراتنا وقراءاتنا الشعريه ان شاء خدمتك الله حبيبي غالي مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجعين لكم لا تذهبوا بعيد أهلاً وسهلاً بكم مجدداً مشاهدين الكرام نكمل فقرات ضفاف الشعر وضيفنا اليوم الضيف اللي صاحب خطوة والأخ العزيز محمود الحدباي أهلاً وسهلاً بكم مجدداً حبيبي محمود اليوم أنت
من الناس اللي مثل ما يقول عد ما تعدد شعراء الموصل، انت احد اعمدة هذا الشعراء. اتمنى الناس تقبلني شعر، ما اقول لك ايش. اكيد محمود انت اليوم الله يسلمك اسم ولك بصمتك. مالك زود انت موضوع. محمود اليوم منو يمثل الموصل من وجهة نظر محمود؟ هل احنا تمثلنا؟ هل يعني خارجيا الاسماء اللي وصلت خلال هاي الفترة؟ شوف راح اشوف شغلة، كل محافظة نعم يمثلونها أبنائها. نعم. فأكيد الموصل مثلوها أبناء الحقيقيين. أكيد. أستاذ محمود عبد العزيز، عمر الغريب، صهيب الحبش، أحمد العيساوي، مثلوها ولدها أبنائها. تحياتنا أحمد العيساوي. تحياتنا تحية كبيرة أبو عراق. وطبعاً إحنا نعزيه أبو عراق بوفاة والدته. أيوه. الله يرحمها. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. وإن شاء الله خاتمة الأحزان وأحسن الله عزاك. الله يصبرك إن شاء الله. الله يصبرك. الله يصبرك وأحسن الله عزاك إن شاء الله أخونا أحمد العيساوي. الله يسلمك. محمود نجي على أحد فقرات برنامجنا، فقرة عتاب على من يعتب اليوم محمود الحدباي، سواء كان بالوسط أو خارج الوسط. بالوسط أعتب على أعلام. نعم. غير محافظات يعني. نعم. الموصل بيها شعراء ولو ينعدون على أصابع. نعم. أنا وياك ما أختلف، بس أكو بذاع بالموصل. نعم. أتمنى أن توجه أنظار شعراء الموصل، المدينة اللي عانت ما عانت هاي سنين العجاف. نعم. هذا عتبي. ما عندك عتب خاص؟ لا الحمد لله شكرا. ما محمود انت تحظى بالكل. اي ما عندي. الحمد لله. الحمد لله. ولو هو الوسط ما يخلى. ما عندي خلاف ويا اي شاعر. نعم. شعراء الموصل وخارج الموصل. كلهم اخوتي واحبائي اصدقائي. ربما الخلاف هو في اطار الشعر. بالضبط. اي الشعر اكو خلافات بس خارج الشعر ما عندي. نعم. عداوة ويا احد او مشكله. اكيد احنا الشعر. الشعر ما يخلو من المشاكل. اكيد اكيد الوسط الشعري مليء كاي وسط هو. بالضبط. اي كل العراق. نعم نعم. مو سوى الموصل. لكن بالحياه الخاصه احنا نبقى اخوه ونبقى متحابين. اكيد لا اشوفه اسلم عليه صاحبي. نعم. صديق وصاحبي. الانسانيه هي فوق ال. بالضبط بالضبط. كل. نعم. لازم واحد يميز الشعر عن حياه. نعم. العامه. الحمد لله. طبعا محمود اعتذار اليوم لمن تعتذر انت؟ هل عندك اعتذار لشخص معين او لناس؟ ما عندي مشكله ويا احد. نعم. يعني كل قلت لك كل الناس ربعي واخواني واصدقائي. اي يعني انت واعتذر اذا في يوم من الايام لاي شخص. نعم. سواء متدايل متدايل حدباء او غير مكان او انسان عادي خلينا نقول مو على مدار الشعر. اعتذر اذا غلطان بحقه. نعم هذا اعتذار عام. طبعا احنا دائما الاعتراف ولا ما عندي ارجع واكد لك ما عندي شوي احد. نعم الاعتراف بالذنب هو فضيله. فضيله اكيد. محمود الحدبائي نحكي احنا بموضوع الشعر اليوم، الشعر ما يختصر على القصيده محمود. أكيد. اليوم الوان الشعر اطياف الشعر هي العبوديه والدارمي بالضبط. واكيد والنص الغنائي هذا احد انواع القصيده. اكيد محمود تطرقت لهذه الالوان الشعريه. أكيد كاتب القصيدة وكاتب النصوص الغنائية وكاتب الأبوذية وكاتب. نعم. الدارمي. نعم. محمود إن شاء الله شو تسمعنا من الدارمي أو الأبوذية؟ خدمتك سمعك دارمي؟ نسمع دارميات وأبوذيات منك إن شاء الله. اللي ذكر أذكره العفو. متت ما نفع بي علاج ميسد ميسد بكيت ودمعي فاضوا بي ميسد تعال ارجع لي بعد جفاك ميسد فراغك إلا ملك الموت بي نص من قلبي ضيم وألم نصفاه وقلت ليام نرجع ألم نصفه تبدل عمر بيدك ولم نصفاه وباوع عالبقي شي يعني بي موش سنون موش سنون حد للوقت نابات موش سنون حد للوقت نابات ويمر بي الفرح بجفاك نابات نابات الحمد لله بجفاك شلون ناب الجرح مشان جرحك ذاك الله الله عجب من طحت شخصك ما يعيني زحف جيتك وشايل ما يعيني ما يعيني تعالوا شوف متني ما يعيني ما يعاني بشهر تموز غاف الثلج بي نكرني تشنت عجزة وشان صدراي قنع بالراي لكن رجع صدراي صدراي تعالوا شوف شاكو وسط صدري صدري تشم حطار فرياد الله عليك تصاعد ضغطي بغيابك وفقراي الخذك مني بسبب عوزي وفقراي انا الكل صوج ما بي وفقراي العشق اوفي لحد جيت مني بعد بالعود لدن دن علي يديك دن حلقك ولكن
ردن على يديك ردن على اجدادك ردن على يديك لين هنصافح نشف الرديه. الله الله عليك ابو شاكر. انتوا اللي قلتوا وياكم سنرجع وسنتقدم انا بحبكم وسنرجع صبرت وقلت للعشرة سنرجع هذاك الليل والقعدة سوية. زموا وياي عاد اطمع لزمتين حلق ما لزم شفه لزمتين لزمتين لزم مكرون مو لزمة لزمتين وسلف سلفاك مش عارف يا هل ما شف جمالك ما شفتنا وعجيبة شلون يسمع ما شفتنا تريد تفت قلبنا ما شفتنا وطشرنا على كيفك على الوطية. ابو شاكر وصلنا وياك لنهايه الحلقه. طبعا الوقت مر سريع وياك انت ضيف خفيف ظل وكنت ممتع بحوارك وبكل قصائدك. حبيبي الغالي اتمنى كنت خفيف ظل عليك وعلى الساده المشاهدين. شاعرنا محمود ان شاء الله لك لقاءات قادمه بضفاف الشعر وشاكرين تواجدك ويانا امتعتنا وطليت على جمهورك من خلال الموصليه الفضائيه وان شاء الله قدرنا نوصل صوتك الشعري ان شاء الله. واخ عزيز محمود شاكرين تواجدك. مشاهدينا الكرام الى هنا وصلنا الى ختام برنامجكم الشعري ضفاف الشعر. انتظرونا في حلقات قادمه ومبدع جديد. تحياتنا طبعا الكادر اللي تعبناهم ويانا اليوم اللي يقفون خلف هاي الصوره الجميله. وهذه هي اجمل تحياتي محدثكم الشاعر محمد الحديدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.